الله وبركاته. اهلا بيكم مشاهدينا حلقه جديده من المرشد الزراعي. موضوع مش كتير بنتكلم فيه ومش بنتكلم عنه مع انه اهميته الاقتصاديه كبيره جدا، ان هو بيعتبر واحده من خلينا نقول مصادر الدخل القويه جدا في مصر. احنا النهارده بنتكلم عن النباتات الطبيه والعطريه. الحقيقه انه مع التوسع في الزراعة في الفترة الأخيرة بدأت كل حاجة كانت واخدة جنب شوية على اعتبار إن هي واحدة مش من المحاصيل الأساسية، المحاصيل الاستراتيجية، المحاصيل اللي بنعتمد عليها في الأكل والشرب بشكل يومي. فبدأت الأشياء اللي بنحطها جنبا كده للاقتصاد تاخد وضعها مرة أخرى، خصوصا بعد التوسع في الزراعة والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية. وأعتقد أنه النباتات الطبية والعطرية في مصر في آخر 10 سنين مثلا حالها بقى مختلف عن ما قبلها زي كتير جدا من الزراعات المصرية. الحقيقة أن النباتات الطبية والعطرية بتدخل في كثير من الصناعات، بنعتمد عليها في بعض الصناعات العلاجية الخاصة بالعلاج والأدوية، الصناعات التجميلية، تصديرها في صورتها الخام وصورتها التصنيعية أيضا، وكثير من المصادر أو كثير من التحويلات التصنيعية اللي نقدر نعتمد عليها في الفترة المقبلة ويبقى عندنا صناعة أخرى وبدائل أخرى للصناعات كنباتات طبية وعطرية. لما بنتكلم عن النباتات الطبية والعطرية بالتأكيد بيجي في بالنا حكاية العلاج بالأعشاب والعلاج والاعتماد على الطبيعة، ومن قلب الطبيعة ممكن أننا نتعامل مع كثير من الأمراض. ده برضو هنتكلم عنه النهاردة، إزاي نقدر نستخدم النباتات الطبية والعطرية في العلاج ولكن بالشكل المقنن وبالشكل اللي يسمح لنا أنه ما يضرناش برضو في الأول وفي الآخر. طيب هل إحنا عندنا وسائل أخرى لوجود النباتات الطبية والعطرية في مصر؟ هنعرف في المرشد الزراعي النهارده وكتير بقى من التفاصيل عن العمليات الزراعيه والمعاملات الزراعيه والممارسات وكثير من الاستفسارات مع ضيفتنا المنورانا النهارده الدكتوره ايمان فاروق ابو الليل، الباحثه بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعيه. اهلا بيكي يا فندم. حضرتك بنتكلم عن النباتات الطبيه والعطريه، ودايما الناس لما بنتكلم عن النباتات الطبيه والعطريه بيجي في بالها بقى الحاجات اللي هي ريحتها حلوه، الاعشاب اللي بنغليها علشان خاطر بيبقى عندنا شويه مغص او شوية تعب زي الكراوية، زي بالظبط زي الكراوية، اليانسون، الكمون، أي حاجة ليها رائحة نفاذة. لكن أنا عايزة بقى حضرتك تكلمينا النهاردة عن النباتات الطبية، يعني إيه نبات طبي وعطري في مصر؟ هو علمياً بنفسر أو بنعرف النبات الطبي اللي هو نبات اللي بيحتوي جزء منه أو كله على مادة ليها تأثير فسيولوجي طبي، زي مثلا تقليل مرض زي ما حضرتك قلتيه، مثلا لو في مغص او حاجه في المعده بنستخدم اي نبات من نبات العائله الخيميه، لو في ضغط عالي بنستخدم البتلات بتاعه السبلات بتاعه الكركديه، ده النبات الطبي. النبات العطري هو اللي فيه جزء في جزء منه او كله فيه زيوت عطريه، في غدد زيتيه بتطلع زيت عطري له رائحه عطريه وليه مواصفات خاصه، بيطير في درجه الحراره العاديه، بيستخدم بقى في صناعه العطور ومستحضرات التجميل، وكمان بيبقى ليه اثر طبي. فاحنا بنعتبر ان كل النباتات العطريه طبيه وليس العكس، يعني مش كل النباتات الطبيه عطريه، مش كل الطبيه عطريه، يعني كل العطريه طبيه، لكن كل العطريه طبيه. جميل. طب خلينا نبدا بواحد مثلا زي النعناع مثلا. النعناع ده واحد من النباتات المنتشره جدا واللي تلاقيه يعني ايه كده شبه الشعب المصري شويه، في كل مكان بيستخدم في الشاي، بيزرع بمساحات كمان كبيره وبيزرع في اي مكان، وكمان بيستخدم في المصانع. يعني مثلا اللبان بالنعناع ويستخدم في مستحضرات التجميل، دلوقتي بقى في منظفات بالنعناع، اسكريبات بالنعناع، صابون بالنعناع. فطبعا النعناع
محبب، وطبعا معجين الاسنان كلها بالاغلبها بالنعناع ليه ريحته الحلوه وانتعاش، يعني بيدي انتعاش كده في الـ في الـ في المنتج، يعني استخدام المنتج هتحس ان هو ايه نبات كده بيطبطب عليك في كوبايه الشاي، تحسي ان هو بيدي كوبايه الشاي طعم تاني شكل تاني. يعني هو اعتقد ان هو مش ارخص او من ارخص النباتات العطريه، هو يعني لانه اولا نبات مستديم بينتج في الاراضي الصحراويه والاراضي الثقيله القديمه، وليه كذا نوع واغلبه النعناع الفلفلي، يعني المنتول موجود اكتر في النعناع الفلفلي اكتر من النعناع البلدي، وهو مفترش فطبيعه نموه بيدي كميه كبيره. بس مشكله النعناع انه حساس جدا للميه، يعني لو ما ترويش بكمياته المطلوبه للاسف بينشف وبيموت، لكن هو بينتج في يعني في مختلف الاراضي. يعني اعتقد ان انا ما بشوفش كتير من الاراضي المساحات الكبيره بعينها بتزرع نعناع بس، يعني ما بشوفش ارض مثلا 5 فدان مزروعه نعناع بس. ليه بقى؟ ده يرجع اساسا لتوزيع النباتات الطبيه والعطريه في مصر. لو حابين نتكلم عن الموضوع دوت هنلاقي اكتر البلاد اللي بتزرع نباتات طبيه وعطريه 34% من اجمالي مساحه مصر في النباتات الطبيه والعطريه موجوده في المنيا، يليها 20% الفيوم. الفيوم اكتر النباتات اكتر البلاد اللي بتزرع النعناع، يليها بني سويف، يليها اسيوط، بعد كده كل البلدان التانية حوالي 19% من اجمالي المساحه المنزرعه بالنباتات الطبيه والعطريه موجوده بقى في البحيره وانا واسوان وبقيه المناطق التانيه. طيب خلينا تعالي كده ناخد بدايه انا هرجع بس الحته دي. مشكله بردك النباتات الطبيه والعطريه وخاصه في التصدير ان اغلب منتجي نباتات الطبيه والعطريه بيعتبروا من المزارعين صغار المزارعين. يعني كل واحد وخاصة في الفيوم لأن هي أكتر بلد ذكية بصراحة، يعني يعني مزارعين بيعملوا بيشتغلوا على نباتات طبية وعطرية، بس كل واحد مثلا عنده حوالي 3 فدادين، اللي عنده 5 فدادين ده يبقى يعني أكبر واحد فيهم ممكن ما يبقاش زارعهم كلهم، يعني وما بيزرعوش كله منتج واحد. دي المشكلة الأساسية في النباتات الطبية والعطرية اللي بتواجهنا في التصدير. طب ده راجع لإيه؟ للتسويق مثلا؟ إنه المزارع ما بيبقاش عارف هو هيزرع طب وهيوديهم فين بعد كده؟ هي دي المشكلة برضك. ودي برضك هتدخلنا على إن المزارع في تذبذب في كميه المساحه كميه الاسعار، فبالتالي بيبقى في تذبذب في المساحه. يعني احنا مثلا في 2010 او 2010 كان المساحه المنزرعه من النباتات الطبيعيه العطريه حوالي 80,000 فدان، في 2011 قلت بقت حوالي 77,000 فدان، 2012 قلت أكتر بقت 73,000 فدان، في 2013 قلت أكتر بقت حاجة و60,000 فدان. ابتدينا بعد كده من 2015 لغاية دلوقتي، لغاية ما وصلنا دلوقتي ل 126,000 فدان، حوالي 1.2% من مساحة الأرض المزارعة في مصر. طبعا ده يعني مجهود كبير وتوسع كبير، ووزارة الزراعة دلوقتي بتتجه لزيادة المساحة المنزرعة، وإن شاء الله في 2030 هنوصل ل 250,000 فدان مزروع بالنبات الطبيعي العطري. لأن هي نباتات مهمة سواء كان تسويقيا، يعني احنا بنصدر لأهم البلاد في أوروبا وأمريكا، بنصدر لأسبانيا
وألمانيا وإيطاليا واليوكي أنا قلت أمريكا. بس هو إحنا المشكلة إن إحنا عايزين نطلع برودكت نقي خالي من التلوث عشان نقدر يعني إيه نصدره بكميات كويسة والشحنات ما ترجعش. هو بوظيفته كمان ده طبي يعني. بالظبط. أغلب الشحنات بترجع لسببين، أول حاجة التلوث الميكروبي، تاني حاجة طبعا متبقيات المبيدات، لأن النباتات الطبية والعطرية لازم تبقى نبات خالي من أي تلوث، سواء كان يعني يضر بجسم الإنسان، لأن فيه بيستخدم كدرجز يعني بيستخدم كعلاج، بيدخل جوه الأدوية، يعني هما بيستخلصوه بياخدوه وبيستخلص كدواء. عشان كده بندخل في المشكلة الكبيرة دي اللي هي التلوث، كذا شحنة بتروح وترجع بسبب التلوث. طب احنا عايزين نعرف ايه هو التلوث وليه اصلا بيحصل التلوث ده. احنا اتكلمنا ان احنا المزارعين مزارعين صغيرين عندهم حوالي 3000 عندهم حوالي 3 فدادين او 5 فدادين. المزارع بيبقى ابنه هو اللي بيشتغل، يعني العيلة هي اللي بتشتغل في الارض، فبالتالي ممكن مثلا يبقى جنب مصرف، جنب مكان مخلفات ادميه، ده بيخلي النبات بيتلوث بالإشريشة كولاي، ودي بتطلع في الشحنه لما بتدخل معامل التحاليل وبترجع الشحنه بسبب ده. او مثلا بيبقى الدواجن والحيوانات بتمشي في الحقل، فبالتالي طبعا بتهرج المخرجات بتاعتها، فالنباتات بتتلوث بالسالمونيلا. غير بردك ان المزارع بيبقى عايز يقضي على الامراض والحشرات، فبيستخدم المبيدات بكميات كبيره اعتقادا منه انه ده هيكافح اكتر. بالظبط، عشان يدي ان اليلد يبقى عالي او المنتج في الاخر الحصاد يبقى عالي. ودي غلطه كبيره جدا. المفروض ان احنا نستخدم المبيدات اللي ملهاش متبقيات، يعني بيبقى مثلا اسبوع ومفعوله يروح وما يبقاش موجود جوه النبات، بحيث ان احنا نقدر نصدر منتج جيد وخالي من التلوث ويكون متماثل. احنا يعني بنصدر ايه من النباتات الطبيعيه والعطريه المصريه؟ احنا بنصدر البامونينج، الحبوب العطريه، اكتر حاجه احنا بنصدرها الريحان، ده المرتبه الاولى. وبنصدرها فين؟ بنصدرها لفرنسا والمانيا واليوكي الولايات المتحده. يلي المرتبة الثانية النعناع. النعناع بنصدره للولايات المتحدة وفرنسا وأمريكا. يلي الشمر. الشمر بردك بنصدره لإيطاليا ولألمانيا. بنصدره كنبات ولا بنصدره كشتلات ومواد خام؟ دي المشكلة. المشكلة إن إحنا بنصدر مواد خام. يعني احنا لو المفروض ان احنا نعمل يعني صناعه بحيث ان احنا نشتغل على البرودكت اللي احنا بننتجه ونزود الحاصلات يعني الحاصل المادي او الانتاج الماده اللي احنا بناخدها. يعني ايه؟ يعني احنا لو انا طلعت منتج جيد معبأ متغلف، ده هيبقى منتج حلو وهيبقى تكلفته عالية، فبالتالي الدخل الاقتصادي هيبقى عالي. طيب هو احنا دايما بنتكلم في فكرة انه لما بيبقى عندنا مجموعة من النباتات او عندنا زراعة بعينها بتساهم بالشكل ده في الدخل القومي، ليها اهمية بالشكل ده في الصادرات المصرية، فبيبقى عندنا دايما منادى انه يبقى عندنا كيان
موحد او اتحاد او بورصه او ايا كان اسم الكيان. المهم ان هو في الاول وفي الاخر يبقى مساعد للمزارع، المزارع يزرع فيبقى عارف الاول يجيب مواده الخام منين والمستلزمات بتاعه الزراعه، يزرع ازاي، يصدرها فين، او حتى يسوقها فين محليا. فكل ده محتاج انه يبقى عندنا كيان موحد. هل احنا عندنا كيان موحد في النباتات الطبيه والعطريه؟ اه طبعا، احنا عندنا جمعيات حكوميه وجمعيات اهليه. الاهليه هي جمعيه واحده الايشيديا، والجمعيات الحكوميه زي مجلس التصدير، مجلس اعلى التصدير بينزل، ممكن اي حد عايز يصدر. بيبقى كل بلد ليها لوائح معينه لكل نبات، يعني نسبة الفولاتايل اويل يبقى تبقى كذا، حجم الحبة كذا، لو كان هنصدر بذور، لو أوراق برضك بيبقى مواصفات لونية وزيتية، يعني نسبة الزيت. كل دوت بيبقى ليه لايحة معينة موجودة، نقدر نسترشد يعني اي مصدر يقدر يسترشد يعني. طيب ده المجلس التصديري الخاص بالتصدير، الخاص بالانتاج المحلي او التسويق المحلي. طبعا موجود هنا، احنا بيجوا عندنا هنا في مركز البحوث الزراعيه، ولو في اي مشكله في الانتاج، لو في اي مشكله في يعني مشكله في الارض او مشكله في الانتاج بيقوا لنا، واحنا بنوجههم للطريق الصحيح. طب لو احنا عندنا اتحاد مثلا، لو نسميه مثلا يعني في اتحاد المصدرين وفي المصدرين ككل، انا بتكلم على الصناعه او الزراعه دي بعينها، زي مثلا اتحاد مثلا مزارعي النباتات الطبيه والعطريه او منتجي النباتات الطبيه والعطريه في مصر. هل احنا عندنا حاجه كده باسم النباتات الطبيه؟ الايشيديا. الايشيديا هي ديت دورها ايه؟ يعني بتساعد ازاي المزارع وبتساعد ازاي زراعه النباتات الطبيه والعطريه في مصر؟ هي بتتكون من 11 من 11 جهه، وهي طبعا بتجتمع كل شهر، يعني هي بتقدر تساعد المزارعين في الانتاج وفي الكميات والمشكلة الموجودة في المنتج أو مشكلة الموجودة في الأرض. دي كلها بتساعده بشكل فني. بتساعده بشكل فني. طيب خلينا بقى ناخد النباتات الطبيه والعطريه، بما ان احنا بنتكلم على انه النباتات الطبيه والعطريه دي خاصه شويه بالمساحات الصغيره، خاصه شويه بالمزارع الصغير، وهنصغر الموضوع اكتر او هنخصص الموضوع اكتر، وبيدخل للزراعات الفرديه او نطلق عليها مثلا زراعات الاسطح، زراعات البلكونات، زراعات المساحات الصغيره امام المنازل والبيوت. فبيبقى عندنا هنا جزء كبير جدا من استخدام النباتات الطبيه والعطريه في مصر معتمد على الزراعات الفرديه. اقدر ازرع بدايه من مساحه ايه وازرع ازاي؟ ابدا ازاي لو انا عايزه ابدا بزراعه نبات طبي وعطري في مصر؟ في عندنا نباتات يعني حلوه جدا ممكن الواحد يزرع، زي مثلا الروزميري. الروزميري من النباتات مش متعبه، بتتحمل يعني العطش، يعني ممكن لو ما سقيتيهاش بشكل منتظم الموضوع يبقى كويس. هو اصلا النبات بيبقى ناشف وغلبان وعطشان كده لوحده حتى بعد الحصاد يعني. لان الورق بتاعها مش كبير، فبالتالي مفيش نتح كتير، فما بيحتاجش كميات كبيره من الميه. ودي ممكن تاخدي منها في بدايه العقل، يعني بدايه ممكن تاخدي منها عقله. يعني انت مثلا لو عندك نبات روزميري قديم ممكن تاخدي منها عقله وتعمليها بشكل عقله وتقومي زرعاها. بعد فترة معينة بيطلع الجدر، فبالتالي أول ما بيطلع الجدر خلاص النبات ده بقى نبات كامل، وتقدري تنقليه لقصيص تاني ويتجدد. في ناس كتير بتحب تزرع النعناع عشان تستخدمه فريش، ودي حاجة بتبقى يعني حلوة جدا، يعني ده الأغلب تقريبا الأغلب بيستخدم نعناع. وفي بقى الياسمين وفي البردقوش،
بلوش، نعناع، روزماري، ريحان اعتقد برضو، وريحان طبعا منتشر برضو. بس الريحان عندنا هنا بيستخدم، ما بيستخدمش في الاكل يعني، بيستخدم كأزهار ريحتها حلوه يعني. طيب دي الحاجات اللي احنا متعودين نشوفها في البلكونات، متعودين نشوفها في المساحات الصغيره في البيوت. هرجع لك مره تانية نتكلم على ايه الحاجات اللي احنا مش بنزرعها بس ممكن نزرعها في المنازل او في المساحات الصغيره اللي محتاجين ان احنا نستغلها. خلينا ناخد استاذ رفيق من البحيره. يا استاذ رفيق اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ، اتفضل تحت امرك. احنا اول حاجه بنشكرك على البرنامج الجميل ده. هو ربنا يخليك، تحت امرك والله بامان. انا كنت سمعت قبل كده في هو الكمون مش من نباتات الأطري. طب هل يا ترى بيجود في الوجه البحري ولا نسمع انه كان بيتزرع في الصعيد وكده يعني؟ حاضر. طب طريقه زراعته ازاي؟ حاضر هكلمك عن المعاملات الزراعيه للكمون. حاضر. طيب عندك اي سؤال ثاني؟ يا ريت حد نلاقي حد نتواصل معاه بحيث نودي نزرع الكمون دي، لانه كنت زرعته مره وطلع عنه كل حاجه، بس ايه المعاملات الصح تحت ما عرفتهاش. في البحيره؟ طيب تمام ماشي. طيب. استاذتي حاضر. عناية. ونشكر حضرتك على البرنامج. ربنا يخليك، ممتاز والله. بشكرك، ربنا يخليك، شكرا جزيلا، تحت امرك، شكرا جزيلا يا فندم. طيب هو بيسال على الكمون، هو الكمون طبعا عايز يعرف بقى الجديد يعمل ايه علشان تجود زراعه الكمون في البحيره. هو الكمون اساسا بيتزرع في المنيا في الاراضي الثقيله، بس مشكله الكمون ان بيجيله مرض اسمه الفيوزاريوم او الزبول. ده بيقضي على المحصول خالص. فعلشان نتغلب على ده بنعمل ايه؟ بنقلل الريات، بنقلل الري. الكمون فترة حياته قليلة جدا، هو محصول شتوي، بنبتدي زراعته في اخر 11 او في 11، وبناخده اول المحاصيل العطرية، هو ده يعتبر من المحاصيل الحبوب العطرية، بناخده اول شهر 3 او نص شهر 3. تمام. زي ما قلنا ان هو بيجود في المنيا. احنا زرعناه فعلا في البحيره بس بطريقه معينه، يعني لازم الواحد يعمله بطريقه معينه. اولا هنستخدم الري بالتنقيط، يعني ما ينفعش الري بالغمر. طب الاول يبدا زراعته امتى؟ بنبتدي زراعته يعني شهر اخر شهر 10 اول شهر 11. يعني دلوقتي ده يعني دي مواعيد التفكير في زراعه الكمون بالظبط. احنا يعني الممارسات الزراعيه دلوقتي بنبتدي نزرع الحبوب العطريه، يعني دلوقتي احنا بنبتدي زراعه الكزبره. الكزبره، الشمر، الشمر ممكن يتاخر شويه، الكراويه. كل ما اتاخرنا كل ما كان ده يعني بيأثر على الانتاج. الكمون بالذات عشان بيصاب بمرض الفيوزاريوم احنا بنقلل له عدد الريات. يعني ايه؟ احنا انا عن نفسي عملت تجربه، عملنا ري كل 5 ايام، ري كل 10 ايام، ري كل 15 يوم، كل 20 يوم. كان افضل معامله هي الري كل 15 يوم. وطبعا هو يعني احنا بنسميها الري بالتسميد. يعني ايه؟ يعني بحط في عندنا فنشوري، لان طبعا الري عندنا في البحيره بيبقى يا اما ميه بحاري يا اما ميه بحاري يعني جايه من بره، يا اما ميه بير. الكمون بيتحمل درجات ملوحه حوالي 250 جزء في المليون، يعني متوسط تحمله للملوحه. انا بتكلم ليه ملوحه؟ علشان ميه البير دي بتبقى عاده بتبقى مالحه، نسبه قمح، وخاصه لما يكون البير قديم. يعني اول ما البير ما بيتعمل بيبقى نسبه الملوحه بتاعته اقل، بعد كده كل ما عمره زاد كل ما نسبه الملوحه فيه زادت. جميل. انا بوصي اللي هيزرع الكمون يرويه كل 15 يوم. ميعاد الري يعني او الفتره اللي هنشغل فيها النقطات حوالي ساعه او ربع، ساعه وربع، وري كل 15 يوم. وقبل الحصاد بحوالي 21 يوم بنمنع الري تماما. جميل. طيب
لو لو مثلا كان بيسال كمان يجيب المستلزمات منين ويجيب الشتلات منين، يتعامل ازاي في الاول، يروح فين؟ اولا الكمون ما بيزرعش بالشتله، بيتزرع بالبذره، وبتتزرع البذره بتتزرع في جور جنب النقطات، لان احنا بنتكلم على البحيره، الجور جور جنب النقطات. لو حصل له عنده ذبول، ففي دلوقتي مستخلصات، مستخلص طحالب ممكن نرش بيه او نعامل بيه النباتات اللي حصل لها ذبول دي عشان تقاوم الذبول. جميل. طيب خلينا ناخد كمان استاذ سيد من بورسعيد. يا استاذ سيد اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا ست، اتفضل تحت امرك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا استاذ سيد وطي الاول، معلش اسمعني بس، وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. انا وطيت التلفزيون خالص، قفلت الشاشه خالص. اتفضل اتفضل. مع احترامي لك. اتفضل. انا في اراضي اسمها اراضي شباب الخريجين، مستلمينها احنا من سنه 95 في قريه العاشر في جنوب بورسعيد. بس على الطريق القديم، مش الطريق اللي بتروح اللي هو 30 يوليو على القصه. الجمطره او الشاليه بورسعيد. تمام. عند هيكل حمامه كده، احنا قريه اسمها قريه العاشر كلها شباب خريجين. تمام. فاللهم صل على حضره النبي، انا قطعه طرد من السلامه، فعايز لمؤاخذه مع احترامي ليك، انا حضرتك على الشاشه اهوت، وعايز عند الارض دي عايز عايز تزرعها نباتات طبيه وعطريه. الله ينور عليك. طيب انت المساحه قد ايه؟ المساحه 5 فدادين. كم؟ 5 فدادين. تمام تمام. طيب طيب حضرتك عايزه تسالي اي سؤال بخصوص الارض؟ عرفتي طبيعه الارض؟ هي ارض الارض رمليه صح؟ هو خلاص مش معانا؟ مش معانا. طيب هو اعتقد ان طب الارض ارض رمليه. اولا لازم يكون في مصدر رمليه. لازم يكون في مصدر للميه. نعرف مصدر الميه ايه. زي ما اتكلمنا ان في الاراضي الرمليه او الاراضي الجديده عاده بيبقى في مصدرين من الميه، يا اما ميه بحاري، يعني بيبقى في قنوات جايه من النيل بتروي على طول، ودي ما بتبقاش موجوده كل يوم. وفي ميه بير، يعني بيحفروا بير وبيطلعوا منه الميه. لو كان مية بير أو هيعتمد على مية الأبار، لازم نحلل المية ونعرف نسبة ملوحتها إيه علشان نقدر نتعامل مع الأرض. يعني مثلا الكركديه بيتحمل ملوحة عالية جدا، من النباتات اللي بتتحمل ملوحة عالية، والبرودكت بتاعته أو المنتج بتاعه بيكون كبير، فأنا أنصح أنه يزرع كركديه لو كانت الملوحة عالية. لو كانت الملوحه مش عاليه، في نباتات كتير جدا ممكن تتزرع. ممكن نعمل سياج بالمورينجا في الاول، بنبات المورينجا نعمل سياج للارض. وطبعا هيبقى الري بالنقطات، ولازم يكون في فنشوري علشان يقدر يسمد بيه. في كذا حاجه يعني لازم يعملها الاول قبل ما نختار النبات. لو كانت المياه متوفرة نزرع نباتات حساسة للمي، زي مثلا الاستيفيا. الاستيفيا نبات اللي هو بديل السكر، ده حساس للمي. وده نبات مهم جدا جدا نبات جدا مهم دلوقتي. جدا دلوقتي. وبره في أمريكا بيعملوا منه كب كيك، وبيعملوا منه منتجات. وبدأنا هنا يبقى عندنا ثقافة استخدام الاستيفيا كمان بديل السكر. وأهم حاجة في الاستيفيا إن هي غير البدائل السكر اللي كنا بنستخدمها قبل كده، اللي فيها اسبرتام والسيكوسيل والحاجات اللي بتأثر على الهضم والقناة الهضمية، وبيجيب مرض الرعاش وبيجيب الزهايمر. كل ده في اللي هو النبات اللي هو الزيرو، او يعني سوري المنتجات اللي هي الزيرو. لكن لو بدلناها بالستيفيا ده هيبقى حاجه كويسه جدا. فالاستيفيا مشكلته ان هو حساس جدا للميه، النعناع حساس للميه، الريحان برضو بس متوسط
الاحتياجات المائية. فاحنا لازم نعرف مصدر المية ايه عشان نقدر نعرف احنا هنزرع في الارض ايه. لكن على نباتات الطبيعة الطرية في نباتات كتير جدا تجود في الاراضي الرملية. طيب خلينا نقول له يروح فين او يبدا منين ياخد كل المعلومات وكل البيانات اللي هو محتاجها عشان يبدا في زراعه ارضه، لان هو واضح ان هو ما زرعش قبل كده خالص في يعني او ما زرعش على الاقل نباتات طبيه وعطريه، فمحتاج ان هو ياخد خبره. ويبدا ياخد الخبره منين؟ يجي لنا في مركز بحوث البساتين، يجي لنا وهيبقى تعاون ما بيننا وما بين اراضي. يعني هيروح اراضي الاول، هنحلل التربه وهنعرف مكونات التربه ايه عشان نعرف احنا لو في مشكله او بتواجه التربه نفسها. وبعد كده هوت لو عرفنا الميه وتحليلها والتربه وتحليلها الموضوع هيبقى سهل جدا وبسيط. جميل. طيب خلينا ناخد كمان يعني. جميل. خلينا ناخد استاذ مصطفى من بني سويف. يا استاذ مصطفى اهلا بيك يا فندم. استاذ مصطفى معانا ولا مش معانا؟ ممكن. طيب ناخد استاذ رضا من الغربيه. يا استاذ رضا اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم يا استاذ. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. كنت عاوز اكلم الدكتوره، بس انا بزرع كمون كتير يعني. تمام، تحت امرك، اتفضل. بني سويف؟ اه طبعا بني سويف رومانيا. انا بزرع كمون الدكتوره، بجيب الارض السمر عندنا في المحله الغربية. طبعا بحث الارض بحرثة جيدة وعصب بالليزر وعصب بالليزر. بيعقم بالليزر؟ طب وبحط الفدان شكرتون كيماوي، وبعد ما عصب بحط الارض نص عصبة. المحتوى تبقى نص عصبة، وقطع حطوط خطوط بسيطة زي بتاع زراعة البصل كده وكلام من ده، وهم جاي شكرتين. انا بس اغامر هنا، بقوم جاي جاوي عتير بقى، بقوم جاي جايب داوه ورشه عشان ما يلمع الانبات العافش، وبحط الفدان 15 كيلو كمون، 15 كيلو كمون، بقوم جاي بضرهم بليلهم قبلها بفحتين وبعد فحتين عشان ما يطيرش في الوان البضار عشان ما يعملش مكبات وهكذا من ده، وامسكه عبدره في مغربيه. واصبح الصبح اصبح الصبح ادور عليه يا دوبك يلم ياخد ميه ودرج يعني الميه تعدي عليه كله، يعني الوقت كله، والكمون يبقى بقى حلو كده، واقوم جاي رايح بالميه دي. طيب. ينشف الكمون بالميه دي خلاص طلع كله على كده. ما عدتش النهارده اعمل فيه اي حاجه خالص. اقوم جاي فاصل عنه الميه خلاص، الكمون يقعد له 10 مثلا، بيجيب على النبات يقعد له 10 ايام على ما يطلع الفدان بيجيب طن و100 طن و200 كيلو. طب جميل. واللي هي اللي هي بتقول فيه كمون بيبقى يموت كده، ده بيبقى اسمه سلعوه، بيبقى فيه حاجه اسمها سلعوه كده، بتقول بيسموها سلعوه، بتبقى العود يموت ولا حاجه ما بيموتش. بنحط له هو. طب لو احتاج ميه ومفيش شتاء، بنقوم جايبين خط من اللي هو بتاع الرشاشات بتاع الجبل ده، نرش مرة واحدة وخلاص. الكمون يبقى حبه زي حب الرز. بيعدي معانا هنا، بيعدي يغلط عندنا هنا في احنا في الحتة اسمها المحلة الكبرى، مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية. أنا بزرع كمون كل سنة. وطبعا بيوقع توقيع صح صح صح. بس هو أهم حاجة الرش فيه الفطري. الفطري عشان هو الكمون ده أهم حاجة الفطري فيه. مش شبوره واي حاجات دي. انا بزرع في لحد 5/12، من 25/11 زرعته لحد 5/12، ما تاخرش عن كده. وبحط الفدان معدل سكرتان كيما وملح على الشرائي، وانزل الميه، واقوم رش دواء العفش على الشرائي، ما اذكرش اسمه برضه، واقوم حرشينه على وش الارض. تطلع الارض مفيش ولا قلع الكمون، بس هو بدوره بضير بضير يبقى متفلك طالع صح. طميل. والله 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 الكمون السنه دي الفدان كان عامل داخل في 100,000 جنيه، ما عادش 100,000 جنيه. ما شاء الله. عامل الفدان كان عامل من عادش 100,000 جنيه. ما شاء الله. لا عامل طن و100 وكان ب 70 وب 80 جنيه الكيلو. ما شاء الله. هو طبعا يعني هو طبعا واضح واضح من كلامك ان انت ما شاء الله ما عندكش مشكله ولا عندك اي استفسار. انت بتنقل نعم. بتنقل تجربتك للمزارع او مزارع الكمون.
صح كده؟ تجربتي لا مثلا الدكتوره يعني هي بتعلى على كلامي وتشوف كلامي انا برضه في اخطاء ولا حاجه برضه هي الدكتوره برضه وعارف لفه الدنيا كلها. طيب ما انا بقول لك الدكتوره معالي باشا هي لفه العالم كله ولفه الفيوم ولفه الدنيا كلها واللي بيزرع احنا بنديهم كمون اول ما نزل الكمون ده حته تبع تخيلات يد طبعا حدود الغربيه كان الحاج عبد الرسول اول ما نزلوه من الصعيد من الاقصر اول ما نزلوه احنا زرعناها من 20 سنه عندنا هنا من 15 سنه بنزرعها معانا جدا والكمون ده بينجح عافير. طب احنا كنا بنعمله تخضير يا فندم يا معالي الباشا دكتوره كان معانا بس الدكتور كنت بعمله تخضير بكان ارضوط اروي الارض 10 ايام 15 وقت ما تشتري رجلي العذبات اللي هي اليد وديت في اعزاء الارض وبعد يومين اقوم مزحها عشان ما تعجنش الارض مش شايله رجلي يعني اقوم بدر الكمون على الشراي وهم جاي العتاب هم جاي بقى تتصدع دي بس وهم زحمة الحقيقة ان انا ببقى سعيدة جدا بالمداخلات اللي زي كده انا بشكرك جدا يا استاذ رضا يعني الحقيقة انه المداخلات اللي زي كده بتبقى مهمة جدا لان احنا دايما بنتكلم في الارشاد الزراعي انه من اهم ركائز واساسيات الارشاد الزراعي ان احنا يبقى عندنا المرشد المزارع او المتبني المزارع لفكرة الزراعة او فكرة طريقة الزراعة ويبدأ ينقلها لغيره بالشكل ده او بالتفاصيل اللي يقدر يساعد بيها غيره. فالحقيقة انا ببقى سعيدة جدا بالمداخلات اللي زي كده وبرضه هنقول له اذا كان كل الحاجات اللي بيعملها دي صح ولا لا او فيها حاجات ممكن نعلق عليها ولا لا. بس خلينا ناخد الاتصال اللي بعد كده معانا استاذ مصطفى من بني سويف رجع لنا مره ثانيه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله اهلا بيك يا فندم اتفضل. اهلا بيك كل سنه طيبه واهلا بالدكتوره ايمان وانت طيب حضراتكم طيبين وانت طيب اتفضل. لو سمحت عايز اسال الدكتوره ايمان عن زراعه اليانسون في بني سويف وايه الميعاد المناسب بالظبط وايه المعاملات الخاصه به الزراعيه والفدان متوسط الانتاج الفدان كام مثلا وليه مساحة اليانسون في مصر قليلة مش كتيرة؟ جميل ده في بني سويف يعني كل ما يخص زراعة اليانسون. تمام حاضر بشكرك شكرا جزيلا. ألف شكر. شكرا جزيلا. طيب خلينا نروح الاول لاستاذ رضا. هل الكلام اللي قاله في تجربته اللي في الاخر كانت نتيجتها ان عنده فدان بيجيب 100,000 جنيه وده رقم طبعا عظيم جدا كويس. بالنسبه لاي زراعه في الدنيا وبالنسبه لاي خاصه في الكمون لان الكمون احنا قلنا ان هو كمون الكمون بيتعرض لمرض الذبول اللي بسبب الفطر الفيوزاريوم اللي بيصيبه وهو فعلا الكمون احنا قلنا ان عدد رياته قليله علشان نقاوم الفيوزاريوم او علشان ما ننميش الفطر بشكل كبير فانا شايفه ان هو يعني من المزارعين اللي عندهم خبره كبيره في زراعه الكمون ومواعيد الزراعه كويسه جدا. احنا قلنا ان هو بيبقى من اخر شهر اكتوبر لغايه بقى يعني شهر كده ما نأخرش عن كده وبنحصده في شهر 3 اذا هو مارس. معاملاته تمام ماشي معاملاته صح والدنيا تمام معاه ما فيش اي تعليق على العمليات الزراعيه الخاصه بيه. ممتاز جدا بنشكرك مره ثانيه حاج رضا شكرا جزيلا. مع طبعا استاذ مصطفى من بني سويف كان بيتكلم عن اليانسون. اليانسون زيه زي الحبوب العطريه كلها بتتزرع في الشتاء. الاراضي في بني سويف بتبقى اراضي قديمه بنعمل نفس المعاملات الزراعيه العاديه لكل الحبوب العطريه بنحرث الارض كويس وبنقسمها وبنزرع وبنبتدي الزراعه من نص شهر اكتوبر او من بدايه شهر اكتوبر. كمية المية اليانسون بردك من النباتات اللي ما بتترويش بكميات مية كبيرة وبمناسبة ان ليه زراعة اليانسون مش كتيرة اليانسون بردك بيصاب ببعض الأمراض غير انه كمان الحصاد بتاعه بردك مش سهل يعني ايه يعني انا مش يعني مش سهل ان انا احصد اليانسون واغربله وادرسه واكمل اللي فيه مش زي مثلا الشمر
الشمر بيدي كمية كبيرة جدا، يعني الفدان بيدي كمية كبيرة، لكن اليانسون بمناسبة ان هو الكمية اللي هو بيقولها بيبقى حوالي 6.5 او بيدي يعني 65 طن. 65 طن. جميل. طيب خلينا ناخد استاذه نور من كفر الشيخ. استاذه نور ولا استاذ نور؟ لا استاذ نور. انا اسفه جدا استاذ نور. لا لا لا. استاذ نور من كفر الشيخ، اهلا بيك يا فندم، اتفضل. اهلا بيك. اتفضل. لا استاذ، اصل احنا عندنا نور هنا فبنوته يعني، فمعلش اختلط عليا الامر. اتفضل يا فندم. اتفضلك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن بقى توطي التلفزيون شويه عشان نسمعك، نسمع الموضوع كله كامل. انا بالنسبه للتلفزيون، التلفزيون مش باين معايا اي صوت خالص. باين معايا انا والله، باين معايا انا خالص. طيب انا عاوز اسال بس الدكتوره اللي مع حضرتك ديت على الخط بتاع الكمون، بين الخط والخط قد ايه؟ الفصل؟ الخط، خط الكمون اللي هو خط تجهيز الارض. تمام تمام. عاوز اشوف الخط بين الخط والخط قد ايه. تمام حاضر. الخط. طيب اي سؤال تاني؟ لا هو البلد ايه؟ كفر الشيخ. كفر الشيخ يعني الارض، ارض قديمه. طبعا. ارض قديمه. تمام. ما بين النبات والنبات 30 سنتي. ما بين النبات والنبات. ما بين الخط والخط حوالي متر. متر. تمام. يجهز ده ازاي؟ يعني برضو خلينا نقول له انه تجهيز، في تجهيزات الارض. تجهيز الارض القديمه كلها بتتحرط حتتين متعمدتين كويس جدا، وممكن ندي ريه كدابه في الاول بحيث ان لو كان في بذور حشائش تطلع ونقدر نلمها. بعد كده بنقسم احواض، والاحواض بتتقسم لخطوط بطن وظهر الخط، بتبقى ما بين الخط والخط متر. وزي ما قلت لحضرتك الجنسو اللي كنا بنتكلم على الكمون، ما بين النبات والنبات 30 سنتي. جميل. طيب احنا اتكلمنا على الزراعات الصغيره، بتتزرع في جوار. تمام. يعني بتعمل جوره وبنحط فيها البذره في جوار. حوالي من 3-5 بذره عشان طبعا الفقد فيها، وبتتروي بعد كده بعد الزراعه مباشره عشان نثبت البذره، وبتتعانى بعد كده بقى بالري، ما عدا طبعا الكمون واليانسون بيبقى ريهم قليل، وخاصة الكمون احنا قلنا ان الكمون ده بيتروي مرة وبعدين بيتسبق 15 يوم. احنا اتفقنا ان في الاراضي الجديدة وفي الاراضي القديمة يعني عدد الريات بتاعت الكمون طول الفترة بتاعته حوالي 4-5 ريات طول فترة النمو، يعني من اول 11 او من نص 10 لغايه مارس بيتروي طول حياته حوالي من 3-4-5 ريات. جميل. طيب عشان موارد الفيوزال، احنا فيوزال. قبل ما نستقبل المداخلات كنا بنتكلم على الزراعات اللي ممكن نزرعها في المساحات الصغيره في البيوت والمنازل. وعشان نرجع بقى تاني، يعني برجعك تاني لما قبل المداخلات، وقلنا ان احنا عندنا النباتات هي معروفه، يعني احنا بنتكلم في الريحان، بنتكلم في النعناع، بنتكلم في الروزماري، بنتكلم الحاجات دي كلها بتبقى معتاده بالنسبه لنا ان احنا نشوفها في البيوت وفي المساحات الصغيره وقدام المنازل وعلى الاسطح وكل المساحات الصغيره اللي احنا بنستغلها يعني بشكل كبير. يعني بلكونه يعني مثلا. ولا مثلا حد عنده حته ارض فاضيه فبيزرع فيها؟ لا انا اقصد استغلال المساحات الصغيره في البيوت، الاسطح، البلكونه، قدام البيت بيبقى فيه مترين ثلاثه كده، يعني الناس حابه تستغلهم برضو. يعني احيانا بنزرعهم. فاحنا اتكلمنا على النعناع، الريحان، الروزماري، الحاجات اللي هي والياسمين، الحاجات اللي هي يعني خلاص احنا معروفه بالنسبه لنا. طب ايه الحاجات اللي مش معروفه واللي الناس يعني بتسوى عنها ان هي ممكن تبقى ليها فايده طبيه وعطريه وكمان ربحيه اكتر لو زرعناها في المساحات الصغيره؟ لا، لو هنتكلم عن المساحات الصغيره يبقى مش هنتكلم على الربح.
يبقى هنستخدم نتكلم على الاستخدام الشخصي بس الشخصي او الاكتفاء الذاتي يعني. لكن الربح لازم يبقى كميه كبيره عشان تقدري تنتجي حاجه تسوقيها بعد كده. طب انا عايزه اقول لك حاجه، احنا ليه ما نزرعش؟ طبعا في المورينجا، لو احنا عندنا حته ارض كويسه نقدر نزرع فيها نبات المورينجا، بيبقى جميل جدا، وخاصة ان الشجرة بتكبر بشكل كبير بسرعة يعني، وبتدي ظل كبير، وكمان الورق والبذرة بيستخدم ليه فايدة كبيرة جدا، زي المكمل الغذائي، فيه بوتاسيوم اكتر من الموز، فيه كالسيوم اكتر من اللبن والمورينجا، شراب المورينجا. في حديد، انا عارفه انه كتير من الناس بتستخدمه كعلاج للقولون او للمعده او كذا، وبيستخدموه اللي هم عايزين التخسيس برضو. ما هو بما انه بقى بينظف المعده وكذا فهو لكن هو كمان ليه قيمه غذائيه. ده ورق المورينجا مليان قيمه غذائيه، فيتامينات ومعادن بشكل كبير جدا، وخاصه الحديد يعني، والمرضعات يعني. انا مثلا عايزه لبن، اللبن بتاع الرضاعه يزيد، ادرار اللبن، اكل مورينجا. هو ملوش طعم، ممكن يتحط زي الزعتر كده، دقه زعتر يتحط في دقه الزعتر، يعني ممكن احطه في السلطه، ممكن احطه في السلطه، ملوش طعم بس ليه قيمه غذائيه عاليه جدا، ممكن استخدمه مع البقدونس والفيتامينات والمعادن فعلا. دي معلومه انا اول مره اعرفها، انه انا عارفه ان المورينجا يعني، انا اعتقد وعملت قبل كده كمان حلقه عن المورينجا في برنامج خاص بالنباتات الطبيه والعطريه، اتكلمنا فيه عن الجانب العلاجي والجانب الدوائي، وان هو قد ايه بيعالج، بس فكره ان هو ليه قيمه غذائيه، يعني انا ممكن ادخله في يومي عموما علشان يمد الجسم بالعناصر الغذائيه، دي جديده عليا بصراحه. دي معلومه مهمه. طب خلينا نستكمل السلسله اللي هي بتاعت برضو النباتات الطبيه والعطريه اللي احنا مش عارفين عنها حاجات كتير، بس خلينا ناخد المداخلات اللي معانا ونرجع مره تانية. استاذه جيهان من الشرقيه، اهلا بيكي. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي يا فندم. عايزه اسال، انا عندي نصف الدين عايزه ازرعه كمون ارض رمليه. طيب حاضر. اي سؤال تاني؟ بالنسبه للاراضي اللي انا بسمع عنها في التلفزيون ديت اللي هي تبع الفرافره دي، انا عايزه اشتري حته بس مش لاقي حد يوصلني للمكان ده اللي بيقع في الارض. طيب بصي، يعني ممكن ترجعي مره تانية للكنترول، والشباب في الكنترول هيدوكي رقم حد تقدري تتواصلي معاه او تقدري تسالي في الموضوع ده، يعني هيوصلوكي بالجهه اللي ممكن تسالي فيها عن التفاصيل. لكن طيب احنا هنجاوبك على الكمون. ممكن قبل ما تقفل بس، الارض متجهزه خراطيم و لا هي ولا لسه بكر لسه جديده خالص معانا، ولا قفلت استاذ جيهان؟ لو معانا دخلوها تاني. طيب معانا. طيب قولي لي، الارض مجهزه للزراعه ولا لسه ما عملتيش فيها اي حاجه خالص؟ احنا بنسمع عنها ان هي جاهزه للزراعه، احنا عايزين نشتري 3 فدادين. لا انا بكلمك على النص فدان بتاعك اللي انت عايزه تزرعيه كمون. جاهز. جاهز للزراعه. تمام يا حبيبتي، ماشي، بشكرك. روحي للكنترول بقى، رجعي للكنترول. طيب استاذ محمد من اسوان، يا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن الكمون الزرع عندنا في أسوان في الأراضي القديمة؟ تمام، هو عشان أسوان ممكن كل حاجة تتعمل، عشان نكون متفقين يعني. لا هو ممكن المواعيد في شهر كام. حاضر، بشكرك، شكرا جزيلا أستاذ محمد من أسوان. طيب خلينا نروح الأول لأستاذة جيهان، عندها نص فدان. هو واضح إن الطلب على الكمون كبير. كمون، ما احنا أصل برضه أستاذ رضا قال الفدان جاب 100,000 جنيه، ما هو برضه يعني. لا وكمان مطلوب. دي خلي بالك برضه المزارع، انه الارض دي هي مصدر دخله ورزقه ورزق عياله ومستقبله ومستقبل عياله، فبرضه فكره الربحيه وفكره انه المحصول بيجيب له قد ايه، بيكسب منه قد ايه، دي رقم واحد عنده. النباتات الطبيه مربحه جدا، وخاصه الحبوب العطريه وحبه البركه يعني، برضك حبه البركه على فكره بتجيب انتاج حلو جدا وبتتزرع في الاراضي الرمليه.
طبعا الكزبره، والكزبره هو يعني اقلهم في السعر بس اكبرهم في الانتاج، في الانتاج يعني والتوزيع والتسويق والشعب المصري بيحب ان احنا بنصدرها للدول العربيه. السعوديه وليبيا بنصدر له كزبره، بس هي الفكره كلها ان الكزبره بتدي ربحيه عاليه جدا من انتاجها، من انتاجها بس يعني سعرها اقل حاجه في الحبوب، يعني هي نسبة وتناسب. هو طبعا احنا بنتكلم في الحبوب العطرية خاصة علشان احنا بداية الموسم بتاعها، يعني بداية تجهيز الارض. انت هتكوني موجودة معانا تاني فهنكمل احنا برس، يعني ايه ان شاء الله. احنا بناخد دايما ومتعودين على كده في المرشد الزراعي ان احنا بناخد الحاجة بمواعيدها بالظبط، يعني المواعيد دلوقتي احنا بنتكلم في النباتات الطبية والعطرية، الحبوب او الحبوب الطبية العطرية. والعطرية هنستكمل السلسلة مع بعض ان شاء الله. لكن بقى احنا بنودع بقى الايه المحاصيل الصيفية، يعني دلوقتي في أول شهر 10 دلوقتي المفروض إن اللي بيزرع كركديه المفروض إن هو يمنع التسميد الأزوتي والنيتروجين، يعني يقلل منه ويزود من التسميد البوتاسي علشان يعلي جودة السبلات اللي ناتجة. تمام. طيب خلينا بس معلش قبل السؤال الاخير خلينا نرد على استاذه جيهان. النص فدان الكمون تعمل ايه؟ انا هتكلم على الفدان وهي تعمل نص الفدان. اولا طبعا هتجيب الخراطيم اللي هي 63 ملي دي والخراطيم الثانيه، هتعد الارض، هتقلب فيها من 20 ل 25 اللي هو السماد العضوي المتحلل من 20 ل 25 كيلو جرام، وهنجيب بردك 10، وهتستخدم طالما هي ارض رمليه يبقى هتستخدم الحمض الفوسفوريك، هيستخدم في الري لانه ليه فوائد كتير. اولا بيسد يعني بيمنع سد الخراطيم النقطات يعني، وبيفيد الارض، يعني احنا بنعمل حاجتين، بنصلح الخراطيم وبنعمل صياده للخراطيم وبنزود الفوسفات. طيب عشان ما ننساش ما ننساش كمان استاذ محمد لان احنا خلاص بنختم. استاذ محمد من اسوان، الكمون ينفع يتزرع عندهم؟ الكمون بينفع يتزرع، هو طبعا احسن كمون بيطلع من المنيا، لكن هو بينفع يتزرع بس زي ما احنا ما قلنا كده، طالما ارض قديمه هنجهز وهنظبط وهنوضب الارض ونحرتها ونخططها ونعمل لها حواض، بس الكمون بنقلل من الري منه. بس كنت حابه طبعا ان احنا نتكلم كمان في يعني باقي السلسله بتاعت النباتات الطبيه والعطريه اللي احنا لسه مش عارفين عنها حاجه ومش عارفين عنها فوائد كتير، بس وعدينا بقى تكوني موجوده معانا ان شاء الله قريب تاني نستكمل الموضوع ده مع بعض ونتكلم كمان في باقي انواع النباتات الطبيه والعطريه. حلقه خلصت بسرعه، انا بشكرك جدا، حلقه ممتعه. دكتوره ايمان فاروق ابو الليل الباحثه بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعيه، نورتينا وشرفتينا، بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا دائما وابدا موصول لحضراتكم على حسن المتابعه وعلى اسئلتكم واستفساراتكم اللي دايما بتشكل يومنا وحلقتنا بالشكل اللي بيخلينا نعرف ازاي نخدمكم من خلال المرشد الزراعي. اشوفكم ان شاء الله بكره، واشوفكم دايما في المرشد الزراعي على خير وامان وسلام.